منتصف الليل بتوقيت الجزائر، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مباشرة إلى العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يؤكد أن قطار الإصلاحات في الجزائر يسير إلى الوجهة الصحيحة نحو تطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، لدى إشرافه على احتفالية الطبعة الثانية لجائزة رئيس الجمهورية لأفضل مصدر. وضمن الاحتفالية تكريم 6 مؤسسات حققت الريادة في التصدير ومنح 3 جوائز تشجيعية لمؤسسات ناشطة في مجالات مختلفة. رئيس السلطة المستقلة للانتخابات يعلن عن القائمة الأولية للمترشحين للرئاسيات المقبلة، الراغبون في الترشح عبد العالي حسان شريف، يوسف أوشيش وعبد المجيد تبون. الجزائر تعرب عن استنكارها قرار الحكومة الفرنسية الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة. ضمن مساعي تنويع الاقتصاد الوطني، مجمع توسيال الجزائر تجسيد للسياسة الطموحة لتعزيز القدرات التصديرية. ومعصرة أوزلاك بيبي جاية ترقية للمنتوج المحلي وانفتاح على التصدير. وبفلسطين المحتلة، ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العشرات في قصف صهيوني على حي الشيخ رضوان شمالي غزة. أهلا بكم من جديد. سجلت الجزائر في السنوات الأخيرة مؤشرات اقتصادية إيجابية في كل القطاعات، انعكست على منحى تصاعدي للصادرات بفضل إرادة الدولة القوية لبناء اقتصاد حقيقي بعيدا عن ريع المحروقات من خلال تدابير تحفيزية تشجع المنتجين والمستثمرين على ولوج عالم التصدير، إجراءات توجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بإقراره جائزة سنوية لأفضل المصدرين. رئيس الجمهورية أشرف أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال على مراسم احتفالية الطبعة الثانية لجائزة رئيس الجمهورية لأفضل مصدر لسنة 2023. السيد رئيس الجمهورية، الاحتفالية التي جاءت تحت شعار التزام إنجازات وأفاق تضمن تكريم أفضل المصدرين وتشجيعهم على مواصلة الجهود لبلوغ الأهداف المسطرة ضمن مقاربة جديدة تشجع المبادرة والتصدير. رئيس الجمهورية أكد في كلمته بالمناسبة أن رهان التخلص التدريجي من التبعية الاقتصادية لا سيما ما تعلق منها بأمننا الغذائي يبقى من أولى الأولويات، وأن قطار الإصلاحات في الجزائر يسير إلى الوجهة الصحيحة نحو تطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره. هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة التي تنظمها وزارة التجارة وترقية الصادرات حضرها رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، الوزير الأول نذير العرباوي، رئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة ومستشارية سيد رئيس الجمهورية وإطارات سامية، وكذا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ومتعاملون اقتصاديون وممثلو جمعيات مهنية ومسؤولو مؤسسات عمومية وخاصة. رئيس الجمهورية وفي كلمته بالمناسبة أكد أنه بفضل الإصرار وتعبئة الإمكانيات كافة وتسخير كل الجهود تم تحقيق معدل نمو قدر ب4.2% وبلغ الناتج المحلي 260 مليار دولار، فيما ارتفع احتياطي الصرف ليبلغ 70 مليار دولار.
وبالرغم من الإكراهات التي واجهتها بلادنا على غرار بلدان العالم إثر جائحة كورونا، فقد تمكنا من تجاوز الصعوبات ووصلنا بفضل الله والإصرار على تعبئة إمكانيات بالبلاد وتسخير الجهود للإنعاش الاقتصاد الوطني إلى تحقيق معدل نمو متقدم قدر ب 4.2%، وهو من أحسن إن لم أقول أحسن نسبة في البحر الأبيض المتوسط، وبلوغ ناتج محلي قدره 260 مليار دولار، مما جعل اقتصادنا يقفز إلى المرتبة الثالثة إفريقيا، مع ارتفاع احتياط الصرف إلى 70 مليار دولار. رئيس الجمهورية أكد أن السماح للمصدرين باستخدام نظام التحسين المؤقت سمح برفع نسبة صادراتهم في المنتجات ذات القيمة المضافة العالية. هو بالنسبة للقطاع الغيار سيرفيس بريفونت، إذن فيه رخصة تعطى لكل المصدرين بالأخص للإلكتروميناجي حتى يصدروا أتيت ذات ميسيون تمبورير في الدول الأخرى للصيانة. السيد الرئيس أثنى على جهود الشباب الجزائري في خلق مؤسسات ناشئة ساهمت في خلق الثروة ومناصب الشغل. أشكر كل شبابنا والشابات على ما يقومون به من خلق مؤسسات ناشئة لستارت أب لليوم تعد بالآلاف، والمناصب الشغل اللي راهم يخلقوها الشباب بنفسهم لنفسهم والآخرين تعد بالآلاف كذلك. الاحتفالية تضمنت إذن تكريم 6 مؤسسات تنشط في مختلف المجالات حققت الريادة في التصدير، بداية بمؤسسة توسيالي للحديد والصلب كأفضل مصدر للحديد والصلب لسنة 2023. أما جائزة أفضل مصدر للمنتجات الفلاحية فعادت لشركة ليدر انترادايس، كما تم تكريم شركة كلينيكا المختصة بالخدمات والاستشارات في مجال الاستثمار كأفضل مصدر في مجال الخدمات، فيما تم تكريم الشركة الجزائرية القطرية كأفضل مصدر إلى القارة الإفريقية، كما عادت جائزة أفضل مصدر شاب لشركة ألتيو إنرجي المتخصصة في مجال خدمات التكوين. أما جائزة أفضل امرأة مصدرة فعادت لصاحبة شركة طولجا البركة المختصة في توظيب وتصدير التمور وصناعة مواد التغليف. شهادة تقدير بعنوان جائزة أفضل مصدر للمنتجات الصناعية عادت لشركة ذات الأسهم توسيالي الجزائر للحديد والصلب ممثلة بالسيد ألب توبتشوغلو. شهادة تقدير للمتوجة بجائزة أفضل مصدر للمنتجات الفلاحية للشركة ذات المسؤولية المحدودة ليدر انتراديس ألجيريا ممثلة بالسيد محمد أرقيب. عن فئة جائزة أفضل مصدر خدمات حظيت شركة ذات المسؤولية المحدودة مجموعة كلينيكا ممثلة بالسيد صلاح الدين صحراوي. شهادة تقدير للمؤسسة المتوجة بالجائزة الخاصة بأفضل مصدر للقارة الإفريقية عادت لشركة ذات الأسهم الجزائرية القطرية للصلب ممثلة بالسيد يوسف أحمد المهندي، ويتقدم عنه السيد عادل خمان المدير العام لمجمع إيميتال. في فئة جائزة أفضل مصدر شاب عادت شهادة التقدير لمؤسسة ألتيو إنرجي ممثلة بالسيد محمد نور الدين ميصالي. للمرأة نصيب في هذه الجائزة، وعن جائزة أفضل مصدرة امرأة فقد عادت لمؤسسة طولجا البركة ممثلة بالسيدة فاطمة منعا. رئيس الجمهورية منح أيضا 3 جوائز شرفية وتشجيعية، حيث عادت الأولى لشركة حكمة فارما كأفضل مصدر في مجال الصناعة الصيدلانية، والثانية لأرجوان للتمور كأفضل مصدر للتمور، فيما عادت الجائزة التشجيعية الثالثة لمعصرة أزلاغن كأفضل مصدر لزيت الزيتون.
لجنة تحكيم الجائزة وبمتابعة شخصية من السيد رئيس الجمهورية قررت منح شهادات شرفية تشجيعية تعود الأولى لشركة ذات المسؤولية المحدودة حكمة فارما الجزائر ممثلة بالسيد عبد الكريم كعباش. شهادة شرفية تشجيعية تعود للشركة أو المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة الأرجوانة للتمور ممثلة بالسيد سمير هلال كأفضل مصدر تمور لسنة 2023. شهادة شرفية تشجيعية للشركة ذات المسؤولية المحدودة معصرة أوزلاغن ممثلة بالسيد إبراهيم قاسي كأفضل مصدر زيت زيتون لسنة 2023. هذا وكان السيد رئيس الجمهورية قد استهل مراسم إشرافه على احتفالية الطبعة الثانية لجائزة رئيس الجمهورية لأفضل مصدر لسنة 2023 بزيارته معرضاً نظم على هامش هذه الاحتفالية ضم منتجات الشركات الرائدة في التصدير والتي حققت أرقاماً مشجعة في الإنتاج والتصدير، حيث استمع السيد الرئيس وهو يطوف في جناح كل من شركة توسيالي للحديد والصلب التي تمكنت من تحقيق قيمة صادرات بلغت 650 مليون دولار، وجناح الشركة الجزائرية القطرية، وجناح شركة كلينيكا المختصة بالخدمات الاستشارية في مجال الصناعة الصيدلانية. استمع إلى الأرقام التي حققتها هذه المؤسسات في مجال التصدير. Monsieur le Président, aujourd'hui, avec la mise en service du nouveau complexe d'Ancien Plat, j'ai le plaisir de vous annoncer que le complexe Abetoa, c'est le plus intégré et le plus diversifié en matière de gamme produits complexes sidérurgiques de toute Méditerranée et de toute Afrique. Pour l'atoll laminé. C'est utilisable dans l'électroménager. Cet investissement, Monsieur le Président, qui sera mis en service 2026, qui est en cours ici. Ça, maintenant, c'est tôle laminé en chaud, c'est l'industrie Laval, tuyauterie, charpenterie, tout ça. Mais cet investissement qui sera achevé en 2026, toutes les qualités automobiles, toutes les qualités électroménagers, Monsieur le Président. سيد البريزيدون، نتكلم حصريا تطوير المبيعات الدولية للجزائر القطرية للصلب والتواجد الدولي. حاليا نحن متواجدين في 36 دولة تعاون معهم. التصدير بديناه في عام 2021، صدرنا بقيمة 110 مليون دولار. 22 صدرنا بقيمة 170 مليون دولار. والبوم ولا الطفره الكبيره وقعت في 2023 اذ صدرنا بقيمه 406 مليون دولار. ان شاء الله في العام هذا 24 يعني ماشيين باش نصدوا التصدير الثاني يوصل حتى 420 مليون دولار. يعطيك الصحه. شكرا. سلام سي البريزيدون. الحمد لله على هنا. تفضل. شكرا. احنا سي البريزيدون سي اللي فور سي اسي انيدي. Non, on n'exporte pas de produits, on exporte un savoir-faire. Un savoir-faire qui est dans le domaine de la recherche, des médicaments et de la recherche médicale. C'est d'ailleurs, il y a deux points qui sont importants, si je peux me permettre la clarification. Taux d'intégration, 100%. On n'importe rien pour réexporter. Contrairement, par exemple, à une usine, elle doit importer... En tant que c'est évolutif, c'est très positif. Très positif. Félicitations, continuez. Ben, si, oui. Jamais vous avez des... difficulté. خبرونا اتصل بوزير التجارة. Avec plaisir. Félicitations. شكرا سي الرئيس. لابوراتوار حكمة سي لابوراتوار انترناسيونال. اليوم الحمد لله مع المتعاملين الجزائريين قدرنا نوصلوا 75% من الانتاج المحلي. احنا اليوم عندنا واش من نوع تاع احنا الحمد لله كنا اول شركة اللي فتحت ادوية السرطان هنا في الجزائر. في 2021 قدمنا دخلنا مستحضرات سي برودوي. اليوم عندنا اكثر من 16 برودوي الحمد لله. انتي كونسير انتي كونسير فوا اورال. عندنا اليوم خطه يعني للتصدير اللي بدينا في ليبيا في 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 موريتانيا، وعندنا مستحضرات قاعدين نسجلوا فيها في سوق السنغال والكوت ديفوار. شاهد الافاق تاعكم يعني ان شاء الله في شهر هذا في شهر نوفمبر اون فا انوغوري نوت سانكيام اوزين اون الجيري. سي اون اوزين بور لي انجيكتابل. الله يعطيكم الصحه. يعطيك الصحه سيد الرئيس.
السيد الرئيس توقف أيضا عند جناح شركة ألتيو إنرجي المتخصصة في مجال خدمة التكوين، وجناح شركة إنتراديس، وجناح الشركة المختصة في توظيب وتصدير التمور وصناعة المواد التغليف، بالإضافة إلى جناح الأرجوانة للتمور وجناح معصرة أوزلاغن، مستمعا إلى النتائج التي حققتها هذه الشركات. Monsieur le Président, voilà Messali Mohamed Nordin, رئيس شركة ناشئة ألتيو إنرجي. شركة ناشئة 100% جزائرية. Des talents 100% algériens, des jeunes étudiants algériens d'université algérienne. اللي قاموا بخدمات تقوم بالتصدير. نقوموا بتصدير الخدمات يعني ما نمبورتي والو. نون في كو دو ليكسبور. لحقنا وين حققنا رقم أعمال اللي يتجاوز 2,800,000 أورو. Quel service, quel... On fait toutes sortes de services, prestations administratives. Très bien. Très bien. Je vous remercie, Seyyid Raïs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. شركتنا نشاطها الأساسي هو تصدير كل المنتجات الجزائرية خارج المحروقات، وبالأساس المنتجات الغذائية والزراعية. هذا رقم الأعمال تاعكم؟ رقم الأعمال هذا العام لحقنا ما يفوق 1,600,000 دولار. نعمل على تحسين المردودية للشركة. وعندكم علاقات مع الأسواق الأوروبية؟ نحن بصدد دراسة بعض العديد، أقول العديد من الاتفاقيات مع العديد من الحرفاء على النطاق العالمي مع أكبر الموزعين وكبار المساحات الكبرى في السوق الأوروبية وكذلك في الأفريقية. Nous sommes fabrication des emballages et puis conditionnement exportation des dates. Ça donne le hâte l'emballage, ça donne l'emballage ou le haut de mâle. Emballage en polystyrène et de mâle. شحال الشيفر دافير تاعكم؟ سنة دلنا 4 مليون دو دولار. إيه فوي سيد باش تتوسعوا أكثر إن شاء الله. إن شاء الله. ما كانش فيه عراقيل ولا فيه بيروقراطية ولا فيه كذا، اتصلوا بسيد الوزير. رانا هنا باش نساعدوكم. مبروك عليكم. مبروك علينا. صحيح. صحيح. بارك الله فيك. سيد رئيس الجمهورية نشكرك كثير على هذا التشجيع اللي درتوه هنا. سيد الرئيس، احنا بدينا بإمكانيات ضعيفة. والحمد لله اليوم يعني بفضل توجيهاتكم، بفضل يعني تسهيلات، رانا الحمد لله رانا نقدموا اليوم، رانا واصلين حوالي 3 مليون دولار في السنة. هو العبرة ماهيش إلا في الرقم. نعم. الأعمال. نعم. الحمد لله. هي في المبادرة، في مواصلة المبادرة. الحمد لله إن شاء الله. نكمل. تعريف بالمنتوج الجزائري. إن شاء الله ربي يخليك لنا سيد الرئيس. الله يبارك فيك. ويطولنا في عمرك. راك تاج راسنا. يعطيك الصحة. ربي يحفظك سيد الرئيس. سلامة مدام. صح. سيد الرئيس. L'huile d'olive extra vierge, bio, première en Algérie d'avoir la certification AB, la qualité. Vous arrivez à exporter ? Oui, on est déjà dans les... C'est une marque écrite depuis 2013. On exporte dans les 5 continents déjà. On est dans 15 de pays. Merci pour la... Félicitations. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on fait. Il faut faire attention à une chose, Barc. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être gourmand. Il faut avancer dans la qualité. Exact. Essayer de faire plus au détriment de la qualité, c'est tout perdre. Exactement. Il faudrait que l'huile algérienne soit indiscutablement la meilleure. On avoisine les 6 millions de dollars. C'est bon, c'est bon. Ouais. C'est bon. Merci, c'est merci, 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 هذا وكان في استقبال السيد رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى المركز الدولي للمؤتمرات رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، الأمين العام لرئاسة الجمهورية والمستشار الكاتب الخاص لرئيس الجمهورية.
وزير التجارة وترقية الصادرات أشاد في كلمته بالعناية الكبيرة التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لترقية الصادرات وتخليص الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات، مبرزا أن مؤشراتنا الاقتصادية الإيجابية تؤكد نجاح ونجاعة الاستراتيجية المنتهجة. فإن المؤشرات الحالية أثبتت أن بلادنا قد نجحت في فك عقدة التصدير بتحقيقها أرقاما غير مسبوقة في مجال الصادرات خارج المحروقات وبلوغها عتبة 7 مليار دولار، وهي بوادر خير لسياستكم الشاملة للتجارة الخارجية التي تستهدف الوصول إلى 29 مليار دولار أمريكي مطلع 2030 إن شاء الله، وذلك من خلال وضع ورقة طريق شاملة ومتكاملة الأبعاد ترتكز على بطاقية القدرات الوطنية إن كارتوغرافي دي بوتنسياليتي ناسيونال، وخطة عمل استثمارية توجه أساساً إلى المواد التي نملك فيها قدرات إنتاجية عالية شعبة بشعبة ومادة بمادة، مع ضرورة مرافقتها بتأطير موضوعي للواردات حماية لاقتصادنا الوطني. رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولا أكد في كلمته أن التوجه إلى التصدير سمح أيضا بتصدير الصورة الجديدة للجزائر التي يسهم في بنائها الجزائريين كافة في داخل الوطن بالإضافة إلى أبناء الجالية الوطنية في الخارج. مع عودة الجزائر إلى الساحة الدولية أصبحت الصادرات خارج المحروقات تتجاوز الهدف التجاري. في الحقيقة نصدر أيضاً الصورة الإيجابية للجزائر الجديدة، ونعزز الروابط مع جاليتنا في الخارج، ونجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وهكذا تمكننا من الدخول إلى أسواق الأوروبية مع علامات كبرى. إن انتقال المنتجات الجزائرية من المتاجر الصغيرة إلى سلاسل التوزيع الكبرى هو خير دليل على أن الإنتاج الجزائري يحتل مكانة جديدة لدى المستهلكين الأجانب. كما توجهنا إلى الولايات المتحدة، كندا وليبيا في الثلاث الأشهر الأخيرة، ونفتخر بعودة بعض الشركات والكثير منها بطلبات مؤكدة. المصدرون من جانبهم ثمنوا تشجيع رئيس الجمهورية وجملة الإصلاحات المتبعة من أجل مرافقتهم والرفع من وتيرة التصدير. Cette cérémonie, c'est la preuve d'encouragement des exportateurs, des investisseurs. هي مبادرة جيدة من السيد الرئيس لتشجيع المصدرين والمستثمرين وتحفيزهم. نعمل على تقديم الأفضل بفضل التسهيلات وتوجيهات الحكومة الجزائرية واهتمامها. هذا يشجعنا ويحفزنا أكثر. Ça nous pousse de faire mieux tous ces supports-là. هذه الجائزة منشأنا تزيدنا إصرار على المزيد من العمل وللارتقاء أكثر فأكثر بترويج المنتوجات الجزائرية في على المستوى الأسواق العالمية، وهذه تزيدنا حافزا أكثر فأكثر حتى نسعى إلى ترويج أكثر عدد ممكن من المنتوجات الذي تلقى رواجا بكميات كبيرة في الأسواق العالمية. هذه الجائزة تحفزنا أن يعني نستمر في هذا المشوار بتاع التصدير اللي بدينا به عندنا الآن 5 سنين إن شاء الله، وإن شاء الله هذا التصدير اللي عملناه في 2023 حنواصل في هذا نفس المشار، ونطلعوا الأرقام تاعنا في 2024 حتى 2029. سي أن أنكوراجمون بور كونتيني في الإكسبور. هو تشجيع لنا في مجال التصدير، حققنا نتائج مرضية ونتطلع إلى رفع التصدير أكثر، ونتطلع إن شاء الله يعني في المستقبل أن تكون عندنا فرص أكثر يعني للتصدير، ومع التسهيلات اللي قدمتها الدولة إن شاء الله نكون في الطالع إن شاء الله. نشكر السيد رئيس الجمهورية على هذه الالتفاتة الطيبة والتشجيعات اللي يقوم بها دائما على باش يشجعنا على التصدير.
احنا اليوم بدينا يعني غزو اسواق جديده منها السوق الليبي والسوق الموريتاني وعندنا ثاني السوق العراق. الجائزه اللي تحفزنا باش نقدروا نديفلوبي ونخدموا اونكور بلوس دون لافنير. ان شاء الله رانا درنا افاق باش نجيبوا اونكور بلوس دو كليون فير بوكو بلوس ديكسبورطاسيون بلوكو بلوس دو رابطريمون وان شاء الله ربي قدرنا باش نخدموا معنا الشباب الجزائري. نشكر السيد الرئيس على هذه المبادره كتكريمنا كجائزة افضل مصدر وهذا ما يحفزنا كثيرا وان نقوم باكتساح اسواق اخرى جديده. جائزه محفزه كثير يعني ما شاء الله يعني تعليمات الرئيس الجمهوريه و سهلتنا كثير الامور في التصدير الحمد لله البيبان كل راهي مفتوحه وجدنا تسهيل كبير وهذا ما شجعنا بنزيدوا نقووا بالتصدير تاع ماده التمور اللي معروفه بها الجزائر وهي دقلة نور هي رقم واحد في العالم ومعروفه في العالم كامل. إلى رئاسيات 7 سبتمبر المقبل حيث أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي عن القائمة الأولية للمترشحين لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل والذين استوفوا الشروط المنصوص عليها قانونا حيث تم قبول 3 ملفات ورفض 13 ملفا آخر. وتضمنت القائمة الأولية كلا من السيد عبد المجيد تبون والسيد يوسف أوشيش والسيد عبد العالي حسان شريف. شرفي أكد خلال ندوة صحفية أنه تم تسخير 2667 موثقا ومحضرا قضائيا لإنجاح هذه العملية كما تم اعتماد نموذج جديد في منح استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح. شرفي أكد أيضا أنه تم تجهيز 4903 خلايا بالإطارات في البلديات وهياكل السلطة المستقلة للانتخابات. شرفي أكد بالمناسبة أنه تم تسجيل 35 راغبا في الترشح سحبوا 4.5 ملايين استمارة اكتتاب خاصة بالناخبين و90 ألف استمارة خاصة بالمنتخبين. الأس عبد العالي حساني وسي أوشيش والسيد تبون عبد المجيد هذم الثلاثة اللي الذين قبلت ملفاتهم. وفي أعقاب الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل أكد الراغب في الترشح عبد العالي حسان شريف أن الاستحقاق الرئاسي القادم يعد فرصة لاستمرار رسالة نوفمبر وبناء اقتصاد قوي. نحن سنتقدم لهذه الانتخابات الرئاسية بروح تنافسية عالية بالنظر إلى ما وجدناه من قبل إخواننا ومواطنينا الذين أسندونا. نحن سننافس على منصب رئيس الجمهورية. دخلنا لهذه الانتخابات بمشروع متكامل، مشروع سياسي يحمل شعار فرصة، لأننا نعتقد أن هذه الانتخابات هي فرصة لا ينبغي أن تضيع على الجزائر ولا ينبغي أن تضيع على الجزائريين. هي فرصة للإصلاح، هي فرصة للاستمرار في مسار التغيير، هي فرصة للاستمرار في الثبات على منهج بيان أول نوفمبر، هي فرصة من أجل تثبيت الحريات، هي فرصة من أجل تثبيت القيم، هي فرصة من أجل الوصول إلى اقتصاد يمكنه أن يحقق للجزائريين الرخاء، وفرصة من أجل الحفاظ على الأمن الاجتماعي، فرصة من أجل الحفاظ على الجزائر محورية و رائدة في محيطها، فرصة من أجل الوصول إلى جزائر صاعدة وقوية ومزدهرة ونامية. الراغب في الترشح لرئاسيات المقبلة يوسف أوشيش من جانبه أكد أن الرئاسيات المقبلة ستكون فرصة للمعارضة الإيجابية والبناء. كما التزمنا به سوف نحاول أن نكون صوت مغاير للأصوات التي دؤبنا ونراها نحن في الساحة السياسية ونعطي صورة
نمطية أخرى للنشاط السياسي، للالتزام السياسي والنضالي على المستوى الوطني. ونحن كلنا ثقة بأننا بمشروعنا المغاير، بمشروعنا الواقعي، بمشروعنا الوطني سوف نحاول ونسعى جاهدين لإقناع أكبر عدد من الجزائريات والجزائريين ليضعوا فينا ثقتهم وليتشاركونا الرؤى، الطموحات والأمال خلال هذا الموعد الانتخابي. إن شاء الله سوف نكون جديرين بهذه الثقة ونلعب الأدوار الأولى كممثلين وممثلين للمعارضة السياسية البناءة، المعارضة السياسية الإيجابية. من جانبها عبرت التشكيلات الحزبية المساندة للراغب في الترشح السيد عبد المجيد تبون عن ارتياحها لقرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. نحن في جبهة التحرير الوطني مستعدون يعني على أتم الاستعداد. يجب علينا جميعا الحفاظ على استقرار بلادنا وعلى أمن بلادنا والاتحاد كلنا من أجل نجاح هذا العرس رئاسيات، فليتنافس المتنافسون. فالشكر موصول إلى المواطنين وإلى كل هذا الشعب الأبي من الذي أنجح المرحلة الأولى من عملية الانتخابات، لأننا نراها في الأرندي ثلاث مراحل، ندخل في المرحلة الثانية بعد تأكيد هذا الترشح من المحكمة الدستورية، ندخل في مرحلة الحملة الانتخابية. نحن مستعدون لتنشيط الحملة عبر كافة الدوائر الانتخابية، أقولها بشكل مفصل من خلال إطارات ومنتخبي ومناضلي جبهة المستقبل في إطار تعبئة وطنية، لأن بالنسبة لنا انتخابات 7 سبتمبر هي محطة أساسية لتقوية الإرادة الوطنية. فجبهة المستقبل متفتحة للعمل السياسي المشترك. هذا وأشرف محمد شرفي صباحة أمس على عملية نقل وتحويل ملفات الراغبين في الترشح إلى المحكمة الدستورية. هذا وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أنهت أول أمس عملية المعالجة التقنية لاستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة ب16 راغبا في الترشح الذين أودعوا ملفاتهم لدى السلطة. شرفي وخلال إشرافه على عملية نقل ملفات التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية أكد أن معالجة الملفات تمت بشفافية مطلقة بالشكل المنصوص عليه قانونا. هذا حصاد للمقياس الأول من تنظيم المسارات الانتخابية إن شاء الله، وهو إرسال ملفات اللي كانوا راغبين في الترشح وصبحوا الآن مترشحين، فهمتني؟ بعد يعني ما فصلت للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في كل الملفات، والآن دور المحكمة الدستورية، ولكن الحمد لله حتى المحكمة الدستورية يعني سهلنا لها الأمر بالإجراءات الجديدة التي ابتكرتها يعني السلطة الوطنية المستقلة، إذ أن الآن المرافقين من السلطة الوطنية اللي الموكب تاع الملفات يحملون معهم يعني ما يبين انتساب كل ورقة من كل ملف إلى كل مترشح، يعني حتى لو كان المترشح يعني ادفع الملف نتاعو بهذه الاستمارات، حتى لو كان يحب يطعن في انتساب الاستمارة إليه مثلا ما يمكنش، خطر نهار هزوم أعطينا مجال كل واحد كل من المترشحين كان عنده المجال حسابي ويتضمن العدد نتاع، وفي نفس الوقت كل استمارة تحمل ما يبين تبعتها إلى كل مترشح، وبالتالي العملية إن شاء الله صبحت بشفافية يعني مطلقة ومتحكم فيها بصفة الحمد لله رب يعني نقول مهنية. وللمحكمة الدستورية الدور الفصل بعد إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن قرارها بشأن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل، حيث شرعت في دراسة ملفات المترشحين واستقبال الطعون في أجل أقصاه 7 أيام قبل إعلانها رسميا عن القائمة النهائية للمترشحين.
أعربت الجزائر أمس عن أسفها الكبير واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الفرنسية حول الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية، مؤكدة أنها ستستخلص كل النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. وجاء في البيان: أخذت الحكومة الجزائرية علما بأسف كبير واستنكار شديد بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة. وقد تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة. ولفت البيان إلى أنه على ما يبدو فإن القوى الاستعمارية القديمة منها والحديثة تعرف كيف تتماهى مع بعضها البعض وكيف تتفاهم مع بعضها البعض وكيف تمد يد العون لبعضها البعض. ومن الواضح، يضيف البيان، أن القرار الفرنسي هو نتيجة حسابات سياسية مجبوهة وافتراضات غير أخلاقية وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها، وأنه لا يساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء الغربية، بل أكثر من ذلك فإنه يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تسببت في خلقها وعلى وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من 17 عاماً. وأعقب المصدر أنه وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من أن المجموعة الدولية على قناعة منذ أمد طويل بأن قضية الصحراء الغربية تمثل دون أدنى شك جزءا لا يتجزأ من مسار تصفية الاستعمار الذي ينبغي استكماله على أمثل وجه، فإن القرار الفرنسي ذاته يسعى إلى تحريف وتزييف وتشويه الحقائق من خلال تأييد واقع استعماري وتقديم دعم غير مبرر لسيادة المغرب المزعومة والوهمية على إقليم الصحراء الغربية. وما يزيد من عدم مقبولية هذا القرار أنه يصدر من دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن يفترض بها أن تتصرف وفقا لقرارة هذه الهيئة بشكل خاص ووفقا للشرعية الدولية بشكل عام. وأضاف البيان: وفي الوقت الذي تحشد فيه الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لإعطاء زخم جديد لمسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الصحراء الغربية، فإن القرار الفرنسي يناقض هذه الجهود ويعرقل تنفيذها ويتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة. ونوه البيان إلى أن الحكومة الجزائرية تلاحظ أن القرار الفرنسي لا يخدم بأي حال من الأحوال أهداف السلم في الصحراء الغربية ويتسبب في إطالة أمد جمود العملية السياسية لحل هذه القضية ويسهم في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في هذا الإقليم. وبناء على ذلك ستستخلص الحكومة الجزائرية كل النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك. مع تواصل جهود التنويع الاقتصادي، يبرز مجمع توسيال الجزائر أنموذجا رائدا في مجال صناعة الحديد والصلب وهران غربي الجزائر بفضل السياسات الطموحة والاستراتيجية الناجحة التي فتحت آفاق اكتساح الأسواق العالمية بجدارة واقتدار. مسين حامية. من أبرز المركبات الصناعية في الجزائر عملاق الحديد والصلب توسيال الجزائر، نجح في تحقيق قفزات نوعية في مجالات الاستثمار التصنيع والتصدير برؤية طموحة واستراتيجية مبتكرة أسهمت بشكل فعال في تعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع الصناعي. إنشاء منشآت جديدة كدخول مصنع المسطحات الحديدية حيز الخدمة وتحديث المصانع القائمة بإدخال أحدث التقنيات التكنولوجية رفع كفاءة الإنتاج وزاد من القدرات التنافسية للمنتجات الجزائرية في الأسواق العالمية. شرعت توسيال الجزائر في استغلال مركب الصهر نهاية شهر مايو
هذا المركب سيسمح برفع طاقة إنتاج الحديد السائل من 3 ملايين إلى 5 ملايين، وكذلك بتنويع منتوجات الشركة بإضافة الحديد المسطح. صادرات هذا المنتوج موجهة بأغلبيتها لدول الاتحاد الأوروبي والتي تكون احتياجاتها كبيرة بحكم تطور الصناعات، وسيرفع الصادرات المجمع إلى 2 مليار دولار سنوياً. الشراكات الدولية وتعبيد الطرق نحو الأسواق العالمية يشكلان جزءا هاما من استراتيجية توسيالي التي حققت السنة الماضية حوالي 800 مليون دولار من صادراتها نحو ما يزيد عن 27 دولة. هذا ومن المرتقب أن تصل صادرات الشركة السنة المقبلة حوالي 2 مليار دولار، ستسهم بها في تحسين الميزان التجاري وتمكن من جلب العملة الصعبة كثمرة لسياسات الدعم والمرافقة التي استحدثتها الاستراتيجية الحالية للبلاد، لتصبح اليوم محل فخر واعتزاز للصناعة الجزائرية بامتلاكها لمنشآت تصنيعية الأكبر من نوعها في إفريقيا توظف الكفاءات الجزائرية من خريجي الجامعات. التقنيات المتعامل بها في آلة الصب المستمر تمكن الشركة من الحفاظ على الريادة في هذا النوع من المسطحات الحديدية باختلاف أحجامها، وهذا نظرا لاستثمار شركة توسيالي في العامل البشري وتكوينه في مختلف مراحل الإنتاج. منتوجنا ذو جودة عالية في حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث نقوم بالتصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى كندا، أوروبا وغرب إفريقيا. بالاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا، تعزيز القدرات التصنيعية وتوسيع نطاق التصدير، يواصل مجمع الحديد والصلب توسيال الجزائر مسيرته نحو الريادة والتميز بتكريس صورة الجزائر كقوة صناعية على الساحة العالمية. ومعصرة أوزلاغن بولاية بيجاية تعتزم عبر شركتها المختصة بإنتاج زيت الزيتون البكر نوميديا تعتزم رفع طاقتها الإنتاجية من 180 ألف لتر إلى 500 ألف لتر موسم جني الزيتون القادم. جهود الدولة لترقية المنتوج المحلي وسياسة الانفتاح على التصدير ومرافقة المستثمرين عوامل مكنت هذا المستثمر من ولوج الأسواق العالمية عبر هذه العلامة التجارية المسجلة والمتميزة بكونها طبيعية وجزائرية خالصة. عزوز هواري. ككل موسم فلاحي الأرض تجود بخيراتها. 50 ألف شجرة زيتون غرست في هذه المستثمرة الزراعية، استثمار واعد في إنتاج زيت الزيتون البكر في معصرة أوزلاغن تطرق أبواب التصدير من بابه الواسع. الطاقة الإنتاجية دركا رانا فوق 180 ألف ريتلة. إن شاء الله من لاكومبان جاية من الأكتوبر نطلعوا 500 ألف ريتلة. تصدير الحمد لله هاد الساعة رانا نقيسوا لسان كونتينا. إن شاء الله نزيدون نصدروا أكثر والمنتوج تاعنا يولي المنتوج الجزائري على العموم يولي عنده مكانة خاصة بين الدول العالمية. سلسلة إنتاج هذه العلامة الجزائرية المسجلة لزيت الزيتون تخضع لعدة مراحل قبل بدء التسويق، بينما معايير الجودة والنوعية تضبط هنا بإحكام من قبل كفاءات علمية جامعية. نتخرج من جامعة هواري بومدياني تكنولوجيا العام اللي فات، غير كي ما تخرجت لقيت خدمة لهنا الحمد لله. رانا نتبعوا في لاكاليتي تاع البرودوي تاعنا من لاتيتيراسيون حتى للستوكاج والكونديسيونمون. لقيت ديريكتومون خدمة هنايا طونك انجينيور كاليتي، دونك ندير لي زاناليز ماجوريتيرمون فيزيكو شيميك، ندير لاسيديتي، ديسبيروكسيد واليود والابسوربا. وتطلعات إلى توسيع رقعة الإنتاج والرفع من نسب التصدير نظير البيئة الملائمة التي وفرتها الدولة للاستثمار. كاين تسهيلات بزاف، تسهيلات من عند السلطات ماشي كما كنا بكري، مي درك الحمد لله كاين صبنا عاونونا هذيك اللي قدرنا نقيسوا لي 5 كونتينون، نزيدوا الانتاج ونزيدوا في الاكسبور، نزيدوا لي كونتيتا اكسبورت. هذا الزيت العضوي الجزائري عالي النوعية جال العالم بجودته وعاد بألقاب ثمينة، خلاصة جهد عنوانها ترقية الإنتاج المحلي كما ونوعا، وتوقع بإنتاج وفير هذا الموسم بما يمكن من تعزيز المنتوج الجزائري في الأسواق الدولية. دوليا وبالأراضي الفلسطينية المحتلة يتواصل العدوان الصهيوني الذي يدخل يومه 93 بعد 200
على قطاع غزة، حيث استشهد أمس 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بينهم أطفال ونساء في قصف صهيوني على حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، فيما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف استهدف مدينة خان يونس. إلى ذلك شنت طائرة الاحتلال غارة على محيط مدخل مخيم البريج ومدينة غزة، وأطلقت نيران رشاشاتها صوب المناطق الشرقية من حي الزيتون. والمعتقلات وجه قبيح آخر للعدوان الصهيوني في حرب الإبادة على غزة، الذي يتلذذ بممارسة كل أنواع التعذيب والتنكيل وبأشنع الطرق التي تخطى فيها الاحتلال كل الأعراف والقوانين الدولية. تبقى آثارها الجسدية والنفسية تلاحق الأسرى حتى بعد تحريرهم. مراسلنا من غزة وسام أبو زيد. لم يتخيل هذا الأسير الفلسطيني المحرر والمعتقل منذ أشهر في سجون الاحتلال الإسرائيلي أنه سيتم إطلاق سراحه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسيصل إلى أسرة المستشفيات في غزة وهو على قيد الحياة بعد تعذيبه والتنكيل به داخل المعتقلات التي أعدت للفلسطينيين منذ بدء العدوان على غزة. وهذه أسيرة مكلومة من بين الأسرى المفرج عنهم، تتمكن بعد أشهر من الأسر أن تحتضن ابنها وأصبحت عاجزة عن الكلام مما رأته من عذابات داخل السجون والتي تخطى فيها الاحتلال كل الأعراف والقوانين الدولية، وبقيت الحسرة والألم تطبق على أنفاسها. أحاط الخيط وأخذوها اليهود وعذبوها، وفي الأول قالوا أنها انطخت، ولكن الحمد لله وابن اليوم أكرمنا بالاتصال إن هي لسه عايشة واجت على مستشفى الأقصى، وجينا الحمد لله نجي ونأخذها، والحمد لله اللي أكرمنا بشفت الحجة. وكما قالت قبل شوي تعذيب، ما في شيء أكل، إهانة، سجن انفرادي، كلبشات، لكن الحمد لله وحسبي الله ونعم الوكيل. فهي واحدة من بين 11 أسيرا أفرج عنهم المحتل وظهرت عليهم آثار التعذيب والأغلال وتكبيل الأيدي، وباتت أجسادهم المنهكة والمجهدة بحاجة إلى تضميد الجراحات العاجلة، لكن ستبقى الآثار النفسية تلاحقهم لسنوات بعد أن تركهم الاحتلال دون طعام وشراب ولا يقدم لهم سوى الفتات على مدار أكثر من 6 أشهر من الاعتقال. لما دخلوا اليهود على جباليا أخذوني من بيتي، من بين أهلي، من عند أمي وخواتي وزوجتي وبنتي، ما في حد عندهم إلا أنا. أخذوني، ضربوني، بعدلوني، يعني ذل وقلة قيمة غاية ما بتعرفوا على حدا. فالفلسطينيون يقعون بين نارين، إما نار الحرب وما تخلفه من قتل ودمار وهلاك، أو نار الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يتطلب تدخلا دوليا عاجلا لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر للشهر العاشر على التوالي. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. هذا ووصل أمس إلى مطار هوارب مدين الوفد الطبي الجزائري عائدا إلى أرض الوطن بعد إتمامه مهمته الطبية بقطاع غزة، حيث مكث نحو 20 يوما قدم خلالها الرعاية الصحية للجرحى والمصابين الفلسطينيين ضحايا عدوان الاحتلال الصهيوني الهمجي. من هوا عليها يعني، كان ممكن من بين لحظات المؤثرة، طفل يعني مضروب في الكلية تاعه وهو الوحيد في العائلة اللي بقى ناجي. الحمد لله ما تقلقناش يعني ان يعني تندل العمليه، لان كان فقط كليه تبرع من بعد كان يكون صعب. في حوالي 250 عمليه جراحيه، هذه لي كونسلطاسيون في حدود 1500 لي كونسلطاسيون، يعني الناس تجي مرض ولا اصابه قديمه. في ختام النشره اشكر لكم كرم المتابعه مشاهدينا، الى اللقاء.